يا صباح الخير على أهل الخير، يا مرحبا، شلونكم؟ عساكم طيبين؟ شوفوا هالتعليق الجميل جدا، سبحان الله العظيم، يوم أقراه إلا أتذكر الإحسان. الإحسان يا جماعة الخير كم مرتبة؟ ثلاث ولا أربعة؟ صح، وحدة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا الإحسان. ثم يوم أشوف التعليق هذا والرسالة هذه إلا أتذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يوم ذكر الله سبحانه وتعالى عنه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. كيف الرابط؟ يلا خلونا نربط ونشوف. النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما تتجه القبلة إلى الكعبة كانت إلى المسجد الأقصى، وكان عليه الصلاة والسلام يوجه بصره إلى السماء، يناظر السماء، ما رفع يديه ودعا تأدبه مع الله سبحانه وتعالى. يعني مسألة تغيير القبلة من المسجد الأقصى إلى الكعبة، فكان يرفع بصره وقلبه يريد هذا الشيء، والله سبحانه وتعالى يعلم ما في القلوب، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، يعلم السر وأخفى، يعلم اللي في قلبك وحديث قلبك وخواطر قلبك الله سبحانه وتعالى. فكان عليه الصلاة والسلام ينظر إلى السماء ويتمنى يعني إن الكعبة، ويرجو من الله سبحانه وتعالى أن القبلة تتجه للكعبة، فحقق الله سبحانه وتعالى هذا الشيء، فاتجهت القبلة من المسجد الأقصى إلى الكعبة. اللي قاعد يصير الحين في الرؤية في التعليق هذا، والملخص انه الرجال هذا صاحب التعليق انه عنده أمنية وعنده دعوة ينتظر تحققها، يتحقق مرادها من الله سبحانه وتعالى، من الله، وسيحقق الله سبحانه وتعالى له هذا المراد، لأنه عنده حسن ظن عظيم. يقول أشوف إني أطالع في السماء، يعني نفس الفكرة اللي قلتها لكم، قضية الله طالع فيني، الله سبحانه وتعالى رقيب. إذا سألك عبادي عني فإني قريب، سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، سميع بصير، رقيب سبحانه وتعالى. والله طالع فيني مبتسم ابتسامة سعادة. شوف شلون الرضا يا إخواني، شفت كيف الرضا؟ أنك تدعي ثم ترضى وتحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وفرح، يقول أنا ما شفت الله سبحانه وتعالى لكني أحس إحساس. هذا حسن الظن يا جماعة الخير، ما في الدعاء في الانتظار، في يستجاب لأحدكم في الحديث ما لم يعجل، والله تدرس. أنا أحب التعليقات اللي مثل زي كذا، والرسائل اللي مثل كذا، والمنامات اللي مثل كذا. ليه؟ لأنها يا أخي تؤنس الواحد وتبشر الواحد. نحن موقنين أن الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعوات، وأن الله سبحانه وتعالى مطلع علينا ويعلم سرنا ونجوانا كل شيء زين، لكن هذا تبشر ولم يبقى من النبوة إلى المبشرات. تخلي الواحد يستمر، يتحمس، يجتهد أكثر، مع أن الكتاب والسنة موجودين يعني، لكن هذه من باب البشارات واللي نستأنس بها، والرسائل اللي مثل هذه تكون رسالة للناس كلها، لدفع الناس واستمرار الناس، وتكون دفعة معنوية لهم. أسأل الله أن يعيننا وإياكم يا رب العالمين. أرجع وأقول نفس الكلام اللي قلته أمس، الألفاظ اللي يقولها الإنسان اللي بيفسر الرؤية مهمة جدا. يختلف لما يجيني شخص مثلا يقول والله أخوي رأى رؤية، قريبي رأى رؤية ويبغى تفسيرها، فيجي قالها له ذاك، فيجي يقولها لي يجي يقولها لي بألفاظ ثانية، فيختلف التعبير، لأنه مهم 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 مرة الألفاظ. أساسا تعبير رؤية مبني على الألفاظ اللي بيقولها المعبر مع حاله مع وقتها، ما تكلم من وين يأخذ العلم المعبر، تكلم يبني على إيش صاحب الرؤية. اثنين، يكون صادق صاحب الرؤية، صادق فيما يسأله المعبر أو المفسر. إذا سأله بعطيكم بعض القصص، يعني لي قريبة إن شاء الله ما تزعل. رأت رؤية، قصتها علي، وكان في صديقة لها،
فقالت لي الرؤية، ماني قايل نص الرؤية، فقلت ما شاء الله صديقتك أدل إنها حاطت في شعرها صبغها وكراتين وكذا يعني. نظرت فيني قالت فيك جني أنت؟ قلت ليش؟ قالت أنا ملاحظة عليها شيء بس ما أدري وش. يلا قلت لا بأعسها أشوف فعلا فيها شيء، بس أنا توني الحين ركز. سبحان الله العظيم، فمهم الألفاظ طلع لك المعنى الصح. هذا الكلام هذا لأن في ألفاظ تدل على هذا الشيء، هذا اللي أنا أقصده. مسألة إنها كانت شايرة كراتين، وكراتين أنتم عارفين إيش يسووا فيه الحين، كرتوني شايلة كرتون عادي، فعرفت من اللفظة أنها حاطة كراتين. استغفر الله. وفي واحدة ثانية مش كانسة أنا من كثر يعني. المهم قلت ما شاء الله تبارك الله مبروك عليكم المفرش الجديد حق غرفة النوم وكذا، برضو قريب لي، قريب هذا شخص قريب. قال أنت داخل معنا غرفة النوم. قلت يا أخي أنت تقول لي شيء يعني واضح من كلامك، أنا ما أقول لك شيء ما أجيب لك من برا. كانت ما ينقال لك شيء. فالألفاظ مهمة جدا في هذا العلم، وأنا أحيانا أقرأ يعني بصراحة. أسأل الله أن يزيد من إياكم فضله يبارك يا رب العالمين، لا إله إلا الله ما شاء الله. شؤم يعني، أنا أمس جالس أقرأ في كلمة شؤم، شؤم يعني نحس وحياة قشرة، هذه معانيها يعني، أو من كذلك من معانيه عكس الفأل تطير. أمس عرفت من معانيها شؤم أنها تدل على سوء الجار وضيق الدار، شؤم هذا معنى. وعد استخرج من كلمة شؤم أو ما يقاس عليها شامة، بل مشأمة في القرآن. والله أنا ما كنت أعرف شو معنات مشأمة الصراحة في القرآن، حتى وأنا جالس أقرأ أمس مشأمة يعني توقعتها عن شؤم وكذا، أثري معناها شمال يسار، أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. اللغة العربية رضيعة تأخذ منها إلى قبل ما تنتهي.